ذكريات بقى 92، اكيد الجيل اللي حضرتك قلته ده كله الاسماء كلها الكبيره دي كان في ذكريات وقتها مع الجيل ده. احنا كل يوم كان عندنا ذكريات من المواقف. ايوه من المواقف اللي كابتن محمود سعد ما كانش بيحب يخلي حد كابتن محمد يوسف كان يبقى هو كابتن فريق، بس برضه مش عطوله فرصه كامله كده ايه يتربص بحته اللي هو كابتن فريق علينا يعني. فمره من المرات قال له يوسف انا هروح اتحاد الكوره اخلص حاجات ليكوا وايه واسيب لك. احنا بقى ايه كابتن محمود سعد كان عامل علينا موضوع الاكل ده كنترول صعب جدا. الاكل والشرب ده الوزن وكم كيلو وتخصم منك ومش عارف قصه مشدود. فاحنا ما صدقنا ان هو يروح فين اتحاد الكوره. يوسف بقى نديله حته انت الكابتن واللي عايز مش عارف اكل ايه. فالمهم جه مصطفى صادق لو شم الاكل يدخل، لو شم الاكل مصطفى صادق لعيب عارف طبعا لعيب جميل نجم المقاولين طبعا. فجي بعد كده قام فرحان مصطفى فقال له يوسف بقى واقف علينا عشان ما فيش حاجه تنزل زياده في الاكل يبقى كنترول يعني بيمارس مهام الدكتور محمود سعد بقى. ايوه فاحنا قلنا له اللي يقول له عايزني مش عارف ايه زياده، طب اديني طبق مكرونه زياده، طب اديني طب مش عارف ايه. فمصطفى صادق ايه من كتر ما هو فرحان قام حاطط قدامه مصطفى حط قدامه طبق رز وطبق مكرونه كشري لا فرحان ده بقى كشري هو يعني قال له كل اللي انت عايزك. فهو فرحان يوسف بقى ايه سام ما فيش 10 دقايق لان كابتن محمود سعد طب علينا واحنا بناكل. قاعدين اللي ماسك المعلقه واللي بيبص عليه ايه ده الاكل كتير. فاما قال له يوسف اقعد يا يوسف وشاف طبق مصطفى مصطفى قال له ايه ده رز ومكرونه. فقال له يا كابتن انا جعان يا كابتن. قال له لا خد واحد من الاثنين لا ده لا ده. فالواد قال له طب خد. قال له والله ولا هتاكل ولا رز ولا هتاكل مكرونه. هو عزم الكابتن محمد يوسف الكابتن. لا هو قال له خلاص كده خلاص كده 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 انت كده مش هينفع تبقى بالكنترول اللي عندك. ففي مواقف كتير بتقابلنا بس كانت انت عارف برضه في منافسه. وخلي بالك الوقت الجيل ده برضه غير جيلنا. الجيل ده كله بيلعب دوري ممتاز واللعيبه بتلعب في انديتها سواء المعار او في انديته بيلعب بصفه اساسيه. احنا على ايامنا صعب اللعيبه تبقى كانت مش موجوده لنا على الساحه. يعني كلنا ناشئين بنلعب في مسابقات محليه بس مش مظاهرين بالشكل الوقت ولا احتراف ولا سوشيال ميديا ولا اللعيبه ولا ولا الماتشات الوقت كلها مذاعه. يعني انت كل الماتشات في الدوري الوقت مذاعه. احنا على ايامنا وحتى قبل ما نروح الاهلي وماتش الاهلي هو اللي بيذاع ماتش الزمالك. فالجيل ده جيل محظوظ. ده برضه كان التشكيل بتاع منتخب مصر في اولمبياد 92 ده ماتش ما هو ده ممكن يكون ماتش كولومبيا ده على فكره. مصر واسبانيا دي المباراه الاولى. ما انا طيب دي كانت المباراه الاولى انا كنت احتفظت بال مظبوط. انا احتفظت ونزلت اصلا اخر 10 دقايق وقلت لك الماتش كان بالنسبه سامي الشيشين كان موجود برضه بالمناسبه. صح ادي خشبه. ده ماتش اسبانيا. طب ليه بتفكرونا يا جماعه بالماتش ده؟ بنرجع لك الذكريات الحلوه تاني. ماتشات ذكريات احلى. اول 5 دقايق تامر حميد اتطرد في الماتش ده. ما ده اللي فرق النقطه اللي فرقت معاك. وده الماتش ده احنا كان بيلعب في ده استاد برشلونه على فكره. استاد برشلونه كنا بنلعب في الملعب نفسه. ف كابتن عمرو حقيقي كان موجود معاكم برضه. وعمرو حقيقي كان موجود. احمد نخله برضه. ونخله كان. ما انا بقول لك انا مش عايز انسى حد عشان احنا كنا جيل يعني الحمد لله. ده جوارديولا خلي بالك. واعتقد حمزه لا ارجع جوارديولا. جوارديولا 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 كان بيلعب في منتخب ما هو مواليد 70 مواليد 70 قدنا. ما ده جيل دي جيل دي. احنا مواليد 70 واللي مواليد 71 72 ممكن يبقى كان هادي خشبه كمان. خلي بالك بنفكرك بالايام الحلوه. والله انا اول مره اتفرج على الماتش ده على فكره. ما بقول لك المنتخب انت بتتكلم على منتخبات انا عارف التاريخ والمنتخبات دي بتبقى جامده جدا والموضوع مختلف. انت بتقول مع ذلك على فكره احنا عملنا اعداد مش عايز اقول لك احنا الحمد لله لفينا العالم سواء في قاره اسيا ولا اوروبا ولا افريقيا ولعبنا منتخبات على اعلى مستويات منتخبات قويه وعملنا نتائج كويس. يعني من المواقف برضو اللي انت بتتكلم ذكريات بنلعب منتخب ايطاليا انا ليا موقفين مع كابتن محمود سعد. ايه الموقف الاولاني الموقف ده انا قبل ما اروح الاولمبياد انا رحت قعدت عند كابتن صالح سليم الاول الله يرحمه. قال لي ياسر كنت انا لسه في المنصوره واحنا مسافرين اولمبياد برشلونه. قال ياسر احنا مش هينفع انا عايز اروح اولمبياد انا كياسر برضه بالنسبه له يعني ما كنتش انتقلت للنادي وقتها لسه طلعت في المنصوره. في المنصوره فقال لي كابتن صالح بعت لي قصه طويله كده. فالمهم رحت لكابتن صالح رحت البيت عنده فقال لي انت دلوقتي احنا امكانياتنا مش زي امكانيات الزمالك انت عايز الاهلي ولا عايزنا مش عايزنا. قلت له كابتن انا احب النادي الاهلي وبشجع النادي الاهلي. فقال لي خلاص تطلع تصريح اللي انت مش لاعب غير للنادي الاهلي عشان نوقف اي باب تاني
والرغم وقتها كان العرض بتاع الزمالك اكبر بكتير. فالمهم انا مش عايز اقول الخبر غير ما كابتن محمود سعد يشوفه بره مصر وانا معاه. ما يشوفوش هنا في مصر يعني، مش عشان ما يحصلش حاجه يقول لك استبعاد ياسر ريان وقصص كده. فقمت مقابل ربنا يديله الصحه الاستاذ ايمن بدره اخبار الرياضه. قلت له بص انا التصريح بتاعي على لساني بس هستاذنك ما تقولوش لما نوصل غير ما اطلع، بس انا مش لاعب غير النادي الاهلي. والمهم ايه، انت عارف الجرايد دي بتوصل بره في اوروبا، فاحنا اول معسكر لينا واحنا طالعين من مصر ايطاليا، وهنطلع من ايطاليا على اسبانيا. بنلعب هناك، فسبحان الله وضع من الشباب المصريين اللي عايشين في ايطاليا بيقولوا بيوصلوا بيوروا للكابتن محمود سعد في الاتوبيس في الاتوبيس فلاقي مكتوب بريان للاهلي وجابر للزمالك. قام بصيت في الاتوبيس بصه قلت له قول له خلاص انا معاك اصلا خلاص مفيش رجوع مفيش. فالمهم بنلاعب مين يعني انت الواد هيثم فاروق ده من الناس الجمال هيثم. فبنلاعب منتخب ايطاليا. كل ما نروح نلعب منتخب ايطاليا ايام الكابتن هاني مصطفى نخسر 3-4 ونرجع. فاحنا نازلين خايفين لنخسر برضه الموضوع يتكرر. فلاخر في الدقيقه 90 كاسبين ايطاليا في ايطاليا ماتش ود 1-0 حاجه بالنسبه لنا ما حصلتش. فايه الراجل تقريبا كان ايام البرتيني اللي هو ما ده كان ده منتخب كان منتخب جامد. وقاموا منزلين المدير الفني منتخب ايطاليا ما فيش دقيقه الحاجه ما يصفر واحنا فقام الواد منزلين ولد سرد طويل رقم 5 وداخل كورنر اخر يطلع شكرا خلاص شكرا. فكابتن محمود سعد قام منزل كمان مين هيثم فاروق طياره هيثم عشان يمسكه طول يمسكه وكل شويه قبل ما كره تلعب هيثم رقم 5 يا هيثم رقم 5 نزل وقام جاب الجول راح جاب جول التعادل وقتها في اخر ثانيه لغايه ما خلصنا برشلونه كل مره محاضره يقول له يا هيثم انا قلت لك رقم 5 فبقول لك كانت كتير قوي يعني كانت ايام ذكريات.